وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله حزام، مدير عام وكالة الأنباء اليمنية سبا. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي. حياك أستاذ عبد الله. الحكومة، حكومة بلادنا، عبرت عن رفضها لهذه الإجراءات، وأن هذا الإجراء هو تعمد لإفشال اتفاق الرياض في وقت سابق. والوكالة أيضا في تصريح سابق قلتم تحديدا بأنكم خاطبتم الحكومة لكنها لزمت الصمت بهذه العبارة قلتم، ولم يحركوا ساكنا، وحملتم الحكومة مسؤولية الدفاع عن مؤسساتها. هل اتخذت برأيك، هل اتخذت الحكومة أي إجراءات جديدة بهذا الخصوص؟ الحكومة حتى الآن لم تتخذ إجراءات معلنة، وبالتأكيد أن الحكومة يهمها الحفاظ على مؤسساتها وخاصة المؤسسات الإعلامية، وهي تحمل المسؤولية القانونية والإخلاقية على كل المؤسسات العاملة في المؤسسات، سواء الحكومية أو المؤسسات الإعلامية الأهلية والخاصة. نعم. هي تحمل مسؤولية الحماية لها. لكن المشكلة في موضوعنا الحالي هي أن نجد أن الحكومة وضعت يعني في موضع تحاول أن لا تحسب أنها تصعد أو تشق الصف. نعم. وإنها تصعد بسبب إفشال اتفاق الرياض، أو أنها تضع عوائق أمام الاتفاق، وأكيد هم في خلال المفاوضات والمشاورات يطرحوا مثل هذه المواضيع. لكن هذا أخذ ويؤخذ أيضا من وجهة نظرنا بجانب أنه سلبي، لأنه إحنا متضررين مباشرين من هذه التصرفات. نعم. طيب، ألا تجد بأن هذه الرؤية لحكومة بلادنا أثر عليها في قرارات عديدة، يعني مواقف المواربة أو التخوف من عدم التصعيد أو في هذا، هل يضع الحكومة؟ نعم تفضل. نعم نعم عزيزي، هذا كلامك صحيح، لكن علينا أن ننظر إلى واقع الحال كما هو، ولا نبالغ في ولا نبالغ أيضا ونرى أنفسنا أن الحكومة امتلكت كل أدوات الحكومة وكل أدوات الدولة. الحكومة في حقيقة الأمر في عدن لا تمتلك شيء من وسائل القوة أو من وسائل فرض النفوذ في على الأرض. نعم نعم. طيب أستاذ عبد الله، من يعني يمتلك الأجهزة الأمنية وأجهزة الضابط وأجهزة، هذا الاعتداء لم يكن فقط اعتداء على المؤسسة الإعلامية، فقد سبقه اعتداء على مؤسسة هامة جدا وهي مؤسسة القضاء، اللي هي السلطة القضائية مستقلة وسلطة ذات سيادة، يعني لا تخضع للسلطة التنفيذية. نعم. قد مر الاعتداء عليها وعلى مقراتها. نعم. فالقوة اللي تمتلك السلاح والتمتلك ميليشيات على الأرض هي اللي تحكم بهذا الأسلوب، وهو أسلوب ميليشاوي يعني. نعم. بغض النظر لا يمثل دولة أو طامحين لبناء دولة أو نظام. نعم. طيب، يعني أنت تحمل الآن السلطة المحلية القائمة حاليا في عدن، ما هو هل تواصلتم مع هذه السلطات المحلية في عدن؟ ما دورها أيضا في هذا الجانب؟ تم إبلاغ المحافظ قبل الحادثة الأولى، قبل الاعتداء على المبنى الأول بيوم، وتم إبلاغ المحافظة أنه تلقينا تهديد من مجموعة جاءت تحمل حسب قولهم توجيهات من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي باستلام المباني وبالسيطرة والبسط على هذه المباني. وأبلغنا المحافظ الذي قال أنه ليس لديه خبر بذلك، لكنه سيتواصل لحل المشكلة في اليوم التالي، وكان يوم الأربعاء قبل الماضي، والأربعاء في الأسبوع الماضي، ليس الأربعاء هذا الذي قبله. وجاءت نفس الأشخاص، جاءت نفس الجماعة، وقالت لا نعترف بالمحافظ بالحرف الواحد، لا نعترف بالمحافظة وبتوقيات المحافظ، لدينا توقيات رئيس المجلس الانتقالي. نعم. هل تم إبلاغ المحافظ بذلك؟ طبعا طبعا تم إبلاغ المحافظ بذلك، رغم أنه المحافظ عضو في القيادة المجلس الانتقالي وكذا، ولكن لم يستطع أن يحرك ساكن. قد يكون هو جزء أنه هو أيضا محرج ما بين وجهتين، ما بين أفكارهم أو خططهم في المجلس الانتقالي، وبين دوره كرجل دولة كمحافظ، أو قد يكون لا يمتلك شيء، ليس بيده شيء من الأمر. نعم نعم، يعني يحتمل الرأيين. طيب أستاذ عبد الله، في تصريح لك سابق قلت بأن الأمر لن يقف عند الوكالة، وإنما كل مؤسسات الدولة سيأتي عليها الدور، وفعلا جاء الدور على صحيفة الثورة. كيف تنظر لهذا الموضوع؟ أوكي جاء الدور على صحيفة الثورة، وجاء الدور، والآن الدور سينتقل إلى مؤسسات أخرى خارج القطاع الإعلامي، قد تشهد أيضا المؤسسات الأمنية أو المواقع المؤسسات العسكرية وهي موجودة، ولكن سيتم البسط عليها بشكل أو بآخر. تمام. هذا المجلس لا يريد، هناك صراع داخل المجلس الانتقالي ما بين من يريد إفشال الحكومة، والحكومة التي يمثل فيها خمسة وزراء تقريبا من المجلس الانتقالي. نعم. يعني هو شريك في الحكومة.
بالتاكيد نعم. لا. لكن هنالك اطراف تريد افشال الحكومه وافشال اتفاق الرياض. طيب استاذ هل تعتقد انه تعمل ليل نهار لتنفيذ هذا المخطط؟ نعم. طيب هل تعتقد انه اقتحام الوكاله وصحيفه الثوره موجهه نحو الصحفيين واقلامهم كصحفيين تحديدا او موجه للحكومه والاتفاق الرياض تحديدا؟ موجه للحكومه والاتفاق الرياض. هو طبعا كل استهداف يمس الحكومة أولا ويمس اتفاق الرياض، وأيضا الصحفيين مستهدفين، لكن مؤسسات الدولة هي الناطقة بلسان حال الحكومة. نحن لا نهاجم الحكومة أو برامجها أو أي شيء في إعلامنا، بالعكس نحن ننقل نشاطها. الآن نحاول أن نظهر الصورة الجميلة لأداء الحكومة التي منها جزء من وزراء المجلس الانتقالي. نعم. دخلت الموقع صديقة الأخبار ونشاط كل وزراء المجلس الانتقالي أو بقية الوزراء الآخرين. تمام. فالتوجيه مباشرة يستهدف الحكومة ويستهدف اتفاق الرياض، وهو أيضا سيتسبب بإلحاق الضرر المباشر بعمل الصحفيين والصحفيين وبنى، ويعني هذا طبيعي، يعني يهدد الحريات، يهدد المستقبل، يوحي بمستقبل مظلم أمام هذه العقليات التي فكرت بالاعتداء على المؤسسات الإعلامية أو مؤسسات أو المؤسسات مؤسسات القضاء. نعم. طيب استاذ عبد الله دعني اقف معك عند نقطه مهمه اشرت اليها قبل قليل، يعني وكاله الانباء اليمنيه سبا وكذلك قناه عدن الفضائيه او القنوات الاخرى الحكوميه كقناه اليمن دائما ما ننقل الصوره الايجابيه سواء للوزراء التابع الانتقالي او لما يحدث في المناطق الجنوبيه بشكل عام. في المقابل دعني اكمل السؤال، في المقابل نرى أن الصورة مغايرة تماما لما يثار في وسائل الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي. هناك هجوم حاد وشرس على الحكومة. كيف تنظر إلى هذه المقاربة تحديدا؟ هذه ليست مقاربة. نحن نعمل وفق رؤى لأجهزة مسؤولة، لحكومة مسؤولة مخاطبة. أنا أمام الآخرين وأمام العالم مسؤول بأننا شخص رسمي، أحمل صفة رسمية في الدولة في الحكومة، لكن هؤلاء هم عبارة عن شغل ميليشياوي، شغل سياسي يخضع للمكايدات السياسية، للمزايدات، للصراع الداخلي بين نفس أطراف المجلس الانتقالي. نعم. طيب سؤال أخير، ما هي مآلات هذه الإجراءات؟ يعني ما هي تأثيرها أيضا بشكل إيجابي أو سلبي على المجلس الانتقالي نفسه؟ تأثيرها أن المجلس الانتقالي سيطلع ضد الحريات وكابت للصف. ارجع إلى بيان اتحاد الصحفيين الدوليين، ارجع لبيان اللجنة الدولية لحماية الصحفيين في الولايات المتحدة، ارجع كل العالم تحرك يناديهم بالكف وبالعودة وبإخلاء هذه المقرات. نعم. لن يسكت لك العالم، أو حتى إذا سكت لن يسكت لك العالم باعتداك على مؤسسات صحفية وإعلامية وإعلاميين لا يحملون سلاح أو يحملون قلم. إذا أنت تريد أن تبني دولة تحت أي مسمى، أنت في يوم ما تبني هذه الدولة تعلن هذه مؤسسات قائمة ملكا للدولة. نعم. إذا الأستاذ عبد الله قائم للدولة. نعم. يعني أنت الآن عرقلت المواطنين في داخل اعتداك على المؤسسات القضائية وعلى مجلس القضاء وعلى الهيئات القضائية، وقفت شغل القضاء، واليوم توقف شغل الجهاز الإعلامي. إذا أنت ماذا تريد؟ نعم. القادم هو أسوأ، القادم هو يجب أن يكون بعيد عن عيون الإعلام وبعيد عن متناول القضاء. نعم. إذا الأستاذ عبد الله حزام مدير عام وكالة الأنباء اليمنية سبأ، شكرا جزيلا لك.